أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى عرض إخباري جديد. والبداية ستكون بالشأن الدولي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية واصلت قصف المناطق السكنية في دونباس خلال الفترة الدينية المقدسة وبعد الهدنة المؤقتة الممتدة لمدة 36 ساعة. تقرير أسامة العبراني. وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان إنه رغم التزام القوات الروسية بإعلان وقف إطلاق النار، واصل نظام كييف القصف المدفعي ضد المناطق السكنية والمواقع العسكرية الروسية. البيان أشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف على مواقع روسية على محور كراسني ليمان، وشنت 3 هجمات بالمدفعية على منطقة في جمهورية لوغانسك الشعبية. وأكدت الوزارة أنه تم الرد بقصف مضاد من القوات الروسية على المواقع التي أطلقت منها القذائف. وبناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد صدرت أوامر للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط التماس بين الأطراف العسكرية الروسية الأوكرانية. وفي السياق المتصل بالحرب الروسية الأوكرانية، قال الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي إن التدريبات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا هدفها أغراض دفاعية فقط بغية حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد. أسامة العمراني. الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش صرح أن تجمع القوات الروسية البيلاروسية له أغراض دفاعية فقط، ومصمم في المقام الأول من أجل حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد. ذات المتحدث أشار إلى أنه تم نشر الفرق بنجاح، وجرى تنظيم تدريبات قتالية مشتركة بين الجانبين، حيث يعد التجمع الإقليمي للقوات هو أحد عناصر الردع الاستراتيجي. الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي أضاف بأن قرار نشر مجموعة إقليمية من القوات على أراضي روسيا البيضاء اتخذه رئيسا جمهورية بيلاروسيا وروسيا الاتحادية. هذا ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إلى العاصمة مينسك في زيارة رسمية، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد وإنشاء فضاء دفاعي موحد، بالإضافة إلى المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية. دوليا، دائما دعا الرئيس الفلبيني خلال زيارته لبكن إلى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الصين من أجل فتح صفحة جديدة من التعاون الاستراتيجي الشامل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم. المزيد من التفاصيل مع فدوى نفيل. حث الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور على توثيق العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، وذلك خلال زيارة له إلى بكين تهدف لتجاوز نزاعات إقليمية في بحر الصين الجنوبي. وفي إشارة إلى النزاع الإقليمي بين البلدين في بحر الصين الجنوبي، قال ماركوس جونيور إن البلدين يسعيان لحل هذه القضايا لتحقيق المنفعة المتبادلة. وأوضحت الخارجية الفلبينية أن هذه الاتفاقيات تمثل تعاونا في مجموعة واسعة من المجالات، منها التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعاون الإنمائي والتعاون الأمني البحري. وبهذه الزيارة يصبح الرئيس الفلبيني أول رئيس دولة أجنبي تستضيفه الصين في عام 2023، كما تعد هذه الزيارة الأولى له للصين كرئيس، وأول زيارة رسمية له إلى دولة خارج رابطة دول جنوب شرق آسيا. أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تواجه خطر سلسلة من العواصف الشتوية القوية حالة الطوارئ. خدمة الأرصاد الجوية حذرت من فيضانات مباغتة في المنطقة الساحلية قد تتسبب بوفيات. تقرير سكينة مسوية.
قنبلة إعصارية في كاليفورنيا الأمريكية، رياح عاتية وأمطار غزيرة وتساقطات ثلجية وفيضانات تسببت في خسائر متعددة. ضيفة ثقيلة تحط الرحال بكاليفورنيا تسببت في حرمان عشرات آلاف الأسر من الكهرباء، وتسببت في إغلاق عدة طرقات وانهيار المنازل، فيما ألغيت عشرات الرحلات وأغلقت المدارس على سبيل الاحتياط. أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي تواجه سلسلة من العواصف الشتوية القوية حالة الطوارئ، ما سيسهل استجابة عناصر الإنقاذ والسماح للحرس الوطني بالتدخل. وحذرت خدمة الأرصاد الجوية أيضاً من فيضانات مباغثة في المنطقة الساحلية، وصدرت بلاغات تحذر من فيضانات موجهة إلى أكثر من 34.5 مليون شخص في كاليفورنيا. ويعد شمال كاليفورنيا لا سيما محيط سان فرانسيسكو وساكرامنتو المنطقة الأكثر عرضة للخطر، وصدرت أوامر بالإخلاء في منطقتي سانتا باربرا وسانتا كروز في جنوب سان فرانسيسكو. وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى أن سلسلة العواصف التي تضرب كاليفورنيا حاليا يرجح أن تستمر في المستقبل. في الخبر الوطني، تغطي زراعة الزيتون على مستوى جماعة طوطة الحاج بإقليم بولمان مساحة إجمالية تقدر 10,600 هكتار. القطاع يمكن أن يفتح أفاقا واعدة على مستوى الإقليم. تقرير رضوان مستقيم. زراعة الزيتون بمنطقة طوطة الحاج تعد سلسلة واعدة في خلق الثروة بإقليم بولمان، ثروة زراعية تفرض الاستفادة من المؤهلات التي يزخر بها الإقليم للنهوض بالسلسلة وتثمين منتجاتها من خلال تكوين ومواكبة الفلاحين. احنا بصدد المواكبة ديال الفلاحة ديالنا في قطاع الزيتون، ومن بين المواضيع اللي كانت نعملوها بجدية وكنعطيوها أولويات كبيرة هي الاقتصاد في الماء ديال السقي. تلقينا تكوينات واسعة وكثيرة بزاف بفضل المواكبة ديال لونكا ديال لوطة الحاج ديبية ديال إقليم بولمان والإدارة الفلاحية حتى الوكالة التنمية الفلاحية مشكورين. قلة التساقطات المطرية والحرارة المفرطة خلال فترة إزهار الزيتون وكذا تقلبات أسعار البيع والإنتاج هي إكراهات تعيق تنمية السلسلة بالإقليم. تعاني المنطقة من ندرة في مياه السقي، وكذلك بعد الأسواق الأسبوعية الاستهلاكية الكبرى، ناهيك عن مستوى الفلاحين التقني وضعف المردودية بالنسبة للهكتار الواحد. إنتاج زيت الزيتون على مستوى إقليم بولمان سجل انخفاضا سنة 2022 على غرار باقي جهات المملكة بنسبة وصلت إلى 67%. تفقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بمدينة أكادير سير الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة السادسة لمعرض اليوتيس الذي سيقام في الفترة من فاتح إلى 5 فبراير المقبل تحت شعار الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة رافعة من أجل اقتصاد أزرق مدمج وفعال. رغد قبوري في المتابعة. الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة رافعة من أجل اقتصاد أزرق مدمج وفعال، شعار معرض اليوتيس المرتقب افتتاحه شهر فبراير المقبل. على هامش الاستعدادات لهذا الحدث المهم، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي قام بزيارة تفقدية للمعرض باعتباره منصة مرجعية على الصعيدين الوطني والدولي من أجل النهوض بقطاع الصيد البحري. ملتقى غادي يكون يعني واحد الوجهة للفاعلين والمهنيين في هذا الميدان لأجل التبادل للخبرات والاطلاع على آخر المستجدات فيما يخص تقنيات وتكنولوجيا في القطاع ديال الصيد البحري وتربية الأحياء.
دورة سنة 2023 يرتقب أن تتمحور حول 7 أقطاب: المؤسسات والدول والتثمين والعمليات والأسطول والمعدات والإبتكار والتنمية المستدامة والتنشيط. حدث سيشهد برنامجاً غنياً يتضمن سلسلة ندوات وورشات موضوعاتية ولقاءات للأعمال. غادي تكون فرصة يعني باش نبينوا بالقدرات، نبينوا يعني بالكفاءات ديال المغرب وديال المغاربة في مجال الصيد البحري. غادي تكون كذلك فيما يخص التسويق الترابي، لأن 44 دولة غتكون حاضرة. الأشغال متقدمة في طور الإنجاز، والحمد لله غادي نكون واجدين قبل المعرض باش نستقطبوا ونستقبلوا كاع الزوار اللي تيمثلوا المهنيين. الحدث سيتميز بمشاركة العديد من الدول، وسيستقبل أكثر من 50,000 زائر من داخل وخارج المغرب. كما ستحظى إسبانيا باعتبارها شريكا هاما للمغرب بتكريم خاص خلال هذه الدورة، التي ستعرف مشاركة أزيد من 260 عارضا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية وتربية الأحياء المائية. في موضوع آخر، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخل وادي الذهب ورشة تكوينية حول المدارس الإيكولوجية لفائدة منسقي الأندية التربوية ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية. وتهدف هذه المبادرة إلى خلق دينامية داخل المؤسسة التعليمية لتعزيز التربية البيئية والتنمية المستدامة من خلال برنامج تشاركي يرم إيجاد حلول لبعض القضايا البيئية. تقرير سكينة مسوية. ورشة تكوينية حول المدارس الإيكولوجية نظمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخل وادي الذهب لفائدة منسقي الأندية التربوية ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية. في إطار استمرارية ورشات تأطيرية حول المدارس الإيكولوجية، نلتقي اليوم بغية تعميم هذا البرنامج على كافة المؤسسات. نحن اليوم حققنا الحمد لله نسبة 50% من تغطية المؤسسات المعنية. هذا البرنامج اللي كتنجزو المؤسسة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، وكتهدف من خلال هذا البرنامج اللي هو موجه للتعليم الأولي والابتدائي إلى تربية وتحسيس هاد الناشئة على تبني سلوكيات بيئية جيدة، على نقل كل ما يتعلمونه من ممارسات جيدة إلى محيطهم الخارجي. هذه المناسبة عرفت تقديم عرض حول برنامج المدارس الإيكولوجية التربية والتحسيس من أجل تنمية مستدامة، وعرض آخر حول حصيلة البرنامج على مستوى الجهة. الهدف الذي وضعته الأكاديمية هو تعميم هذا البرنامج على جميع المؤسسات التعليمية. طبعا وصلنا لحد الآن إلى أزيد من 70% من المؤسسات المنخرطة في البرنامج، وأيضا إلى تقريبا 45% من المؤسسات التي حصلت على اللواء. ونأمل إن شاء الله في غضون سنة 2025 أن نعمم هذا البرنامج على جميع المؤسسات الابتدائية. هذه المبادرة تهدف إلى تحسيس الفاعلين والأطر التربوية بأهمية التربية البيئية لدى الناشئة من خلال المدارس الإيكولوجية. بعيدا عن المغرب، أطلق اسم نجم الساحر المستدير البرازيلي بيلي على الشارع الذي يحيط بملعب ماراكانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو تكريما لبطل العالم 3 مرات مع منتخب البرازيل. التفاصيل في تقرير فدوى نفيل. لافتة الملك بيليه أصبحت خارج ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو تكريما للراحل الأسطورة إديسون أرتينيس دو ناسيمينتو، المعروف ببيليه نقطة اهتمام جديدة للزوار المحليين والدوليين. وتوفي الأسطورة بيليه عن عمر ناهز 82 عاما في 29 ديسمبر الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان. كان أسطورة البرازيل يحمل أرقاما قياسية في عالم الساحرة المستديرة، بعضها ما زال صامدا للآن، حيث ساعد بيليه منتخب البرازيل في الفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في مونديال المكسيك عام 70 900 و1000.
لتكون بذلك نهاية سعيدة لمسيرة بيليه في بطولات كأس العالم. كما لعب بيليه مع منتخب البرازيل 92 مباراة، فيما كانت مباراة الاعتزال مع راقص السامبا في 18 يوليو عام 71 900 وألف. وأنهى بيليه مسيرته الكروية مع نيويورك كوزموس عام 77 900 وألف، حيث جرت المباراة النهائية في استاد ملعب جاينتس الحريق في الأول من أكتوبر. بهذا التقرير مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.